سيرنا الحنين لزيارة إرث ورمز الفن السعودي وأيقونته الفنان طلال مداح، على أمل أن يبقى هذا المنزل متحفاً يلبي رغبات محبيه ومزاراً سياحياً وثقافياً يحاكي بداية الفن الجميل الذي سطره طلال مداح مع زملائه. هذا المنزل أول منزل امتلكه أبو عبد الله، وكانت حياته بداية حياته الفنية في جدة في هذا المنزل، واختير هذا المكان لأنه أقرب لمكة والطائف. الفنان عباد الجوهر اندعم تقريبا من هذا المنزل، بداياته اكتشف من هنا هذا الفيلا اتذكر. هذه آخر سيارة أمتلكها طلال مداح؟ هذه السيارة موديل 95، عاشت معاه سنتين، وبعدها اشترى جاته سيارة هدية كادلك موديل 97 استيس كوبي لونه أحمر. هذه غرفة المبيت واستقبال الضيوف، بناها أبو عبد الله يرحمه، وعاش فيها أحد الفنانين الكبار. ربما وبدون شك أن تكون مقتنيات طلال مداح في منزله بحي كيلو 10 الذي سوف يزال ضمن الأحياء العشوائية بجدة قيمة ثقافية تستحق أن تخلد ذكرى في ذات المكان لتزداد قيمته مع مرور الوقت برا بجمهوره. للإخبارية خالد ربيع جدة. وأخيرا ليس لي غير الوداع همسة ضمأ على جمره.